قابل مراته التانية وجايين يقعدوا عندي هنا في بيتي، في بيتي يا بابي. ايه شغل البلطجي ده؟ ايه حصلت؟ هما فين؟ قاعدين في الاوضه جوه، انا حاسس ان انا في كابوس مش قادر اتصرف. ايه ده بيحصل؟ ايه دي؟ انا هتصرف. يوسف! انت يوسف! ايه؟ في ايه؟ وانت عامله دوشه ليه؟ من غير كتر كلام، انتوا الاثنين بره البيت! اهدى يا شيمي بيه احسن يطلق عرق. ده بيت مراتي. بيت مين يا اخويا؟ بيت مراتي يعني بيتي واعمل فيه اللي انا عايزه. مراتك لما تبقى راجل محترم، مالو هدومك؟ قادر تصرف عليا بالشحات وسنكوح ومعاك اسمك يا بني. انت تسكت خالص. وانت كمان يا بنتي انت باين عليك بنت ناس. ليه تخليه يعمل فيك كده؟ مالكش دعوه بيها وكلمني انا هنا، طول ما انا في البيت ما تكلمش حد غيري. بيتك انت اتجننت ولا ايه؟ جن لما يجنك بنت سافله وقلت الادب وقلت الربايه. هي قلت الادب برضه؟ ايوه هي قلت الادب. اسمع يا شيمي، انا لغايه دلوقتي عامل لك احترام. لكن والله كلمة زيادة هعلقها من شعرها على باب البيت. مين دي اللي هتعلقها من شعرها؟ صحيح، ما هو ما يعرفش ان انت قلت الادب. ما انت اكيد مش حكيها له. ما حكيتليش ايه؟ انا مش فاهم حاجة. ايه اللي بيحصل؟ يا حلو، تحكي لبابي ولا احكي له انا؟ ايه اللي بيحصل ده؟ سيبك منه يا بابي، ده بني ادم ما يستاهلش اصلا انك تبص في خلقته. يلا يطلع. انا عايز افهم ايه اللي بيحصل. يلا يا بابي بليز، يلا لو سمحت. اهلا بك. ميرسي قوي يا شيمان انك جيتي، كنتيش لازم تتعبي نفسك خالص. ما تقوليش كده، احنا بقينا اخوات وهنبقى اكتر من الاخوات كمان ان شاء الله. صح؟ صح. ديبو بعت لك السلام، جالك كذا مره عشان يشوفك بس كل مره كان بيلاقيكي نايمه. ماما قالت لي البنج بقى. معلش شيماء، انت عارفة هما كانوا عايزين يقتلوني ليه؟ عشان القضية اللي انا بكتبها. كنت عايزة اخد لك حقك انتي وكل اللي زيك. كنت هموت. لسه مش عايز تتكلمي؟ لازم تتكلمي يا شيماء، ولازم تحكي اللي حصل لك. انا قلت لديبو. وعمل ايه؟ اتصدم، ما صدقش ان ده ممكن يكون بيحصل بجد. خدني في حضنه جامد قوي وقعد يتاسف لي كانه هو اللي غلط. حاسس بالذنب من ساعتها بس مش راضي يبين لي. انا عارفه ديبو كويس، حنين قوي من جوه، بس الحنية اللي جوه بقت أكتر من الأول بكتير. أنت عارفة إن هو بيحبك مش كده؟ هو قال لك إحنا سيبنا بعض ليه؟ لا ما قاليش، وأنت كمان ما تقوليليش مش عايزة أعرف. بس لازم تعرفي إن هو اتغير، بجد اتغير بقى بني آدم تاني، وأنت السبب في ده. وعنده استعداد يصلح كل الغلط اللي عمله في حياته قبل كده، بس أنت لازم تساعدي وتقفي جنبه، اديله فرصة. هو بيحبك وانت كمان بتحبيه. بتحبيه. هو بره. انا ديله. فاطمه انت قايلي مدام. على راسي عمري ما هنسي. تمام. لا انا همشي دلوقتي على طول، هاجي لك على المطار. مع السلامه. حاضر، باي. انت معاك عربيه رايق مش كده؟ اه معايا عربيه. ليه؟ هسافر طبعا. كلمته على التليفون ده اللي هو في المطار، وعدني ان هو هيأخر نزول اسمي في قائمه الممنوعين من السفر، بس بشرط لازم اكون في المطار خلال ساعتين. مش هينفع فريد. هو ايه اللي مش هينفع؟ مش هينفع تسافري. انت معمول لك كمين. كمين ايه؟ انت بتقول ايه؟ زي ما بقول لك، الجنرال طلب مني اني اقتلك. لا
حتى قلت له ايه؟ سأليني؟ خايفة مني ولا يا فريدة؟ قلت له ايه يا ميمي؟ قلت له موافق. قلت له موافق يا ميمي؟ فريدة، أنا عايزك تفهميني، أنا قلت له موافق عشان أدي نفسي فرصة، أدي نفسي وقت أقدر أفكر أحميك إزاي. لو كنت قلت له لأ كان بعت أي حد غيري عشان يقتلك. مش في كل اللي عملوه فيه أوصلت كمان القتل. عشان كده أنا بقولك ده كمين معمول فيكي، صدقيني. أنا مش هسخط حد، أنا مش عارفة أفكر. عشان كده بقولك ثقي فيا. أنا أثق فيكي إزاي؟ هو طلب منك الكلام ده إمتى؟ قابلته فين؟ ليه ما قلتليش قبل كده؟ هقولك إزاي بس يا فريدة، أنت تليفوني على طول متراقب، زي انا متاكد دلوقتي انه عارف ان انا موجوده عندك. مستني يعرف النتيجه. صح صح فريده، فريده اسمعيني اسمعيني وفهميني كويس، اعملي اللي هقولك عليه وبس، اسمعي كلامي. أكتر حد أنا حبيته، أكتر حد فتحت له قلبي وطمنت له، أنا طلبت منك إنك تتجوزني. فكرة ملوش لازمة الكلام ده. بتقولي كده ليه؟ خايفة مني ولا عشان تصعبي عليا فريدة؟ اعملي زي ما بقولك، ننزل دلوقتي تجيبي كل الاوراق والملفات تروح تسلمي نفسك. محدش هيحميكي يا فريده غير البلد، محدش هيحميكي. بلد ايه اللي هتحميني؟ بلد ايه اللي انت بتطلبه مني؟ ده معناه ان انا احكم على نفسي طول عمري بالسجن. بلد ايه؟ بلد ايه يا فريده؟ يتحكم عليكي بالسجن احسن ما يتحكم عليكي بالاعدام. السلام. الله يسلمك. ماما كانت بتقولي ان انت بتسأل عني كتير. مرسي ومرسي كمان على اللي انت عملته يومها. انا لولاك كان زمان. ما تكمليش. ما كملش ازاي؟ دي حقيقة. يعني لو اعتبرت اللي حصل ده اي حاجة اعتبريه دين. دين؟ دين ايه؟ يعني زي ما ساعدتك أنا كمان محتاج مساعدتك. أمين أنا من غيرك مش هعرف أكمل. ده اسمه ابتزاز مش دين. اللي أنت فيه ده مفيش حد يقدر يساعدك غير نفسك. عارف. بس الواحد مش هعرف أكمل. أنا محتاج منك إنك تصدقيني. أمينة اللي قدامك ده اتبهدل في الدنيا كتير، تعب وشقي. من وأنا عيل صغير. أنا بعتمد على نفسي ومش ندمان، بس ما كانش في حد بيقول لي الصح من الغلط. أمينة أنا عمري ما حبيت حد قد ما حبيتك. بعد الحادثة دي أنا كنت بدعي ربنا ياخد من عمري ويديلك ويخفف عنك أي وجع، ولو لازم حد فينا يتألم هيكون أنا وهبقى مبسوط.
أنا عمري ما حسيت مع حد الإحساس ده. معاكي عرفت إني لما أكون فرحان أنت أول حد يخطر في بالي، ولما الدنيا كانت بتضيع عليا أنت بس اللي كنت بتهونيها. حبك علمني حاجات كتير، علمني أسامح الدنيا كلها. مش معقولة بعد ده كله تسيبيني لوحدي، ما ينفعش.